السلام عليكم طلابي، أنا دمي، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الليمفاتيك سيستم. حكينا عنه شوي ضمنا لما حكينا عن السيركيليشن أو سيركيلاتوري سيستم، بس رح نحكي شوي بتفاصيل أدق عن الجهاز الليمفاوي في جسم الإنسان. الجهاز الليمفاوي مهم جدا في جسم الإنسان لعدة وظائف، منها Removing excess interstitial fluid، إزالة السوائل الزائدة في الأنسجة from tissues and returning the fluid to the venous circulation. بحكي لنا إنه أهمية الليمفاتيك سيستم is essential. ليش مهم وأساسي هذا الليمفاتيك سيستم؟ أول إشي Removing the excess interstitial fluid، إزالة السوائل الزائدة from the tissue من الأنسجة and returning the fluid to the venous circulation. لما يزيلها بيرجعها للدورة الدموية على الأوردة على الفينوس مش على الشرايين، بيرجع هاي السوائل. اثنين removing foreign material by phagocytes. الجهاز الليمفاوي مهم جدا في مناعة لأنه بيشيل المواد الغريبة، الخلايا الغريبة، الباثوجينز، بكتيريا أو فيروسات عن طريق الفاغوسايت، خلايا البلعمة اللي هي من أجزاء الليمفوسيستم، الليمفاتيك سيستم اللي هي واحدة من الخلايا الموجودة بالليمفاتيك سيستم. It is important for the immune system function lymphocyte. بحكي لنا كمان الجهاز هذا الليمفاوي مهم جدا في جهاز المناعة، يعني بدونه جهاز المناعة لا يتم لأنه يحتوي على الليمفوسايت هذا الليمفاتيك. فالconstituent أو مكونات الليمفاتيك سيستم الليمفاتيك بيزلز أوعية ليمفاوية scattered lymphoid tissue and organs، بحكي لنا أعضاء وأنسجة ليمفاوية موزعة في الجسم، scattered يعني مبعثرة في كل أنحاء الجسم، lymphoid cell خلايا ليمفاوية بنسميها أو هي عدة أنواع، أنواع الليمفويد سيل الخلايا الليمفاوية، الليمفوسايت والمقصود بها التي سيل اند بي سيل الخلايا التائية والبائية، هدول من الليمف يعني ما في الليمفوسايت يا تي سيل يا بي سيل، البلازما سيل خلايا بتكون موجودة بالبلازما وهي خلايا انتي بودي وظيفتها انتي بوديز بروديوسينج سيل، يعني خلايا تنتج الانتي بوديز، الماكروفيجز وظيفتها الفاجو سايت بتعمل فاجوسايتوسيس او بلعمه، ريتيكولار سيل وظيفه الريتيكولار سيل كمان هاي من الخلايا الموجوده في الجهاز الليمفاوي بروديوس ريتيكولار فايبر الاستروما، ودنتريتيك سيل كمان خلايا مناعيه ايضا موجوده بالليمفوسايت. خليني نحكي بعدين بزيد اكثر وبوضح اكثر. هلا نحكي عن هاي الاجزاء الواحد اثنين ثلاثة، نحكي عنها بتفصيل أكثر. أول إشي الليمفاتيك بيزلز، شو هاي الليمفاتيك بيزلز؟ إيش هي الأوعية الليمفاوية؟ It's form one-way network that include capillaries collecting vessels, trunks and ducts. حكينا هي عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية، مش أوعية دموية سوري، من الأوعية من الفيزلز باتجاه واحد، بتكون اتجاهها أنها تجمع السوائل من كل أنحاء الجسم وتصب بفين رئيسي رايح على القلب. فبتتكون هاي الفيزلز أو أنواع هاي الفيزل ممكن تكون كابيلاريز شعيرات لمفاوية، كولكتينج فيزلز أوعية جامعة هيك بتجمع هدول الكابيلاريز، بتصب هدول الكولكتينج فيزلز بتصب بوعاء أكبر بنسميه ترانك أو خرطوم، بعدين دكت قنوات لإنها ترجع للقلب. أول إشي الكابيلاري شرحين عنها واضحين عنها أكثر، إنها present everywhere blood capillary occur. منلاقي هاي الكابيلاري أو الليمفاتيك كابيلاري وين في blood capillary، منلاقي الليمفاتيك كابيلاري، فهي موجودة present everywhere blood capillary occur، موجودة بكل مكان رح نلاقي فيه blood capillary. They are absent in bone marrow, teeth and entire central nervous system. هدول الليمفاتيك كابيلاري موجودين حكينا بكل مكان في الجسم بتكون فيه البلود كابيلاري،
ما عدا البون مارو ما بنلاقي فيها لمفه الكابيلاري ولا التيث ولا السنتر نيرفس سيستم، كله ما بنلاقي فيه، لانه هدول الاماكن في وسائل مناعه ودفاع غير الليمفاتيك سيستم. They are adapted to highly permeable via. بحكينا هي مكيفة ومهيئة انها تكون highly permeable، نفاذيتها عالية جدا، عن طريق انه عندها flap like mini valve. flap like يعني زي الردادة هيك، زي الرفرف، صمام زي الرفرف بروح وبيجي. فعند يعني البيرمابيليتي هاي واحدة من الأشياء اللي بتساعد نفاذيتها، هدول الصمامات بتفتح باتجاهين. bundle of fine filament that anchor capillary to its surrounding، يعني في عندها حزم من الفاين filaments، الخيوط الدقيقة جدا. هاي الخيوط الرفيعة أو الدقيقة شو وظيفتها؟ anchor capillary to the surrounding structure، بتثبت الأوعية اللمفاوية في الوسط اللي هي بتكون موجودة فيه، وعلى الأغلب الوسط تبعها إيش هو؟ البلود كابيلاري. to maintain permeability when there is excess interstitial fluid، وهي كمان بتسمح أكثر إنه ما دام ثابت في المكان اللي هو فيه بتسمح بنفاذية عالية في للانترستيشنال فلويد إنه يدخل لإلها. كمان all constituent of blood that cannot pass through blood capillary are collected by lymphatic capillary. بحكينا كل مكونات الدم التي لا تستطيع أن تدخل للبلود كابيلاري يمكنها الدخول أو تتجمع أو يجمعها collected by lymphatic capillary، زي مثلا البلازما، البروتينات، أملاح، مواد طلعت من البلود كابيلاري بس ما بتقدر ترجع تدخل، مين اللي بيرد يرجعها للدم؟ الليمفاتيك سيستم او الليمفاتيك كابيلاري بترجعها لانه هايلي بيرمابل. كمان بحكينا special type of capillary in villi of intestine are named lacteal. بحكينا في كابيلاري خاصة ومهمة جدا هاي تكونوا عارفينها، اللاكتيلز. في كابيلاري خاصة في الانتستين، او وركزوا على كابيلاري، انا ما بحكي عن بلود كابيلاري، انا بحكي عن الليمفاتيك كابيلاري. في ال اللهم صل على سيدنا محمد، في الانتستان، في الامعاء الدقيقه، لما بتمتص المواد الغذائيه من اللي تم هضمها وخلص وصارت تحولت لمونومرات وتم الهضم كامل، تيجي الخلايا الامعاء بتبلش تمتص المواد الغذائيه. هاي المواد الغذائية بتروح للبلود كابيلاري، كل المواد الغذائية، بروتينات، شوغر، نيوكليك أسيد، كل هاي المواد الغذائية بتروح للبلود كابيلاري إلا الدهون. الدهون ما بتروح للدم، بتروح للليمف، اللي هي الأوعية الدقيقة اللي بتكون في الأمعاء الدقيقة، بنسميها لاكتيل. تمام، فبرجع بعيد، شو اللاكتيل؟ اللاكتيل عبارة عن أوعية لمفاوية دقيقة، أو اللي بنسميها شعيرات لمفاوية، فقط موجودة، يعني اسم لاكتيل بحصر لي إياها إنها موجودة بالسمول انتستين. تمام، خليني أرجع أعيدها. special type of capillary، نوع خاص من الأوعية اللمفاوية الدقيقة أو الشعيرات اللمفاوية، in villi of the intestine، الفيلاس أو الفيلاي المقصود فيها الخملات الأمعاء الدقيقة، named as lacteal، وبسموها lacteal. تمام، فكل هذا اللي سبق تعريف اللاكتيل. شو هي اللاكتيل؟ عبارة عن special type of capillary in villi of small intestine، في خملات الأمعاء الدقيقة. شو وظيفة اللاكتيل؟ collect chyle، وظيفتها تجمع أو بتعمل absorption أو تدخل فيها الكايل. شو هي الكايل؟ عبارة عن milky white lymph from the intestine، مواد شبيهة بالحليب، وهي عبارة عن دهون الذائبة، دهون فقط بتفوت على اللاكتيل. من وين بعدين شو بتعمل فيها اللاكتيل؟ بنحكي عنها، تذكر لما حكينا عن الهيباتيك بورتال فين، كيف كل الأوعية بتصب بالهيباتيك بورتال فين، نفس الإشي اللاكتيل بصب بالهيباتيك بورتال فين. تفرجوا هون، هاي كابيلاري بيد،
هاي الأوعية الخضراء المحيطة فيها هي عبارة عن ليمفة الكابيلاري. هلا أي مواد تطلع من الدم، ترشح من الدم وبتدخل الانترستيشنال فلويد وما بتقدر ترجع للدم، رح ترجع لهدول الكابيلاري، للليمفة الكابيلاري. هاي الصورة بتوضح أكثر، هيك مكبرينها، فرجوك إياه. السهم هاي ماخدين مقطع ومكبرينه هون، مفرجينا هدول الأشياء، الفيلمنت هدول زي الشعرات هيك اللي طالعين، الخيوط الدقيقة. أنكور ذا كونكتيف تيشو، بتثبت الكابيلاري أو الليمفة الكابيلاري للكونكتيف تيشو المحيط فيها. كمان هدول الشقوق، هدول زي الرفرف هيك جاية، هي عبارة عن فلاب لايك ميني فالف، صمامات دقيقة باتجاهين. هذا الليمفاتيك سيستم، تفرجوا الليمفاتيك سيستم بتكون هنا كابيلاري، تصير أكبر هنا، ليمفاتيك كولكتينج بيزل، عقد وأوعية بتجمع الكابيلاري وبتصب فيها الكابيلاري، بعدين بتصير أكبر في ليمفاتيك نود، عقد لمفاوية لترونك لدكت، بالآخر كلها بتصب بالهارت. بس وين بالهارت؟ بتصب بالهارت مباشرة؟ لا، بتصب بالسوبيريور فينا كافا، نحكي عنها لما نقدم شوي بالشرح. هلا هيك حكينا عن الكابيلاري. تاني نوع من أنواع الفيزلز أو الليمفاتيك فيزل هي الكوليكتين فيزلز، وبحكي لنا عنها بس مش حاكي كتير عنها، بس تعرفوا انه الكولكتينج فيزلز اللي بتتجمع فيها الليمفاتيك كابيلاري هاف 3 تونكس، عندها 3 طبقات تشبه الفين ولكن ثينر وول، يعني الجدران تبعتها ارق وادق من الفين، and more internal valves، وكمان فيها صمامات داخلية أكثر. فالكولكتينج فيزلز شبيهة للليمفاتيك سيستم، شبيهة بالفين، الفرق بينها وبين الفين انه الثينر وول جدرانها ارفع ومور انترنال فالفز وفيها صمامات اكثر. ثالث اشي الخراطيم اللي بنسميها ترانكس، formed by the union of the largest collecting vessels. بحكي لنا الترانك هي عبارة عن تجمعات لكبرى الكولكتينج فيزلز، الأكبر من الكولكتينج فيزل تتجمع وبتصب بترانك، ترانكس الخراطيم. أهم الترانكس، أهم الخراطيم الليمفاوية هي الجاجيولر، السبكليفيان، اللمبر ترانك ذات فورم السيستيرن كايلي، وانتستينال، والبرونكا ميدياستينال. لنشوفهم هون، مش مفرجينا اياهم الترانك كاملين. مش مفرجينا اياهم، خلينا نشوف الدكت بس، اعرفوهم بالاسماء يعني ما راح نجيب رسمة انه حددوا الترانكس. طيب الاكبر من الترانك حكينا هي الدكت، هي قنوات تصب بدها بالاخير تقرب اكثر للقلب. ففي عنا الدكت نوعين او ثنتين، الرايت ليمفاتيك داكت والليفت ليمفاتيك داكت. الرايت ليمفاتيك داكت من وين بتجمع الليمف، من وين جايب الليمف، درين ليمف، يعني يصب بها الليمف from the right arm the right side of the upper body into the right subclavian. فالليمفاتيك او الرايت ليمفاتيك داكت بتجمع كل الليمف ويصب بها كل الليمف من الذراع اليمنى والجزء الأيمن من الجزء الأعلى من الجسم، يعني الجزء الأعلى العالي يمينه من الجسم كل اللمف تبعه يصب بالرايت ليمفاتيك داكت، اللي بعدين الرايت ليمفاتيك داكت بتصب بالرايت سبكليفيان فين، بترجعه على فين، شايفين على فين مش على أرتري. اللمفاتيك ليفت ليمفاتيك داكت على الشمال من وين بتجيب اللمف، بنسميها thoracic duct اسم آخر إلها، receive lymph from the rest of the body، من lymph من كل الأنحاء الجسم بصب فيها، وبالأخير هي بتصب اللمف بال left subclavian vein. تمام؟
هلا الرايت سبي كليفيان فين والليفت سبي كليفيان فين وين بدهم يصبوا؟ تتذكروا لما حكينا عن دور الدم او الفيزلز المحاضرة الماضية، راح يصبوا ب اللهم صل على محمد بالبوستيريور فينا كافا. حكينا هاي الدكت انتي انتو ذا بلاد فاسكيلر سيستم ات ذا جنكشن اوف ذا انترنال جاجيولر اند سبي كليفيان فين ان ذا نيك. بحكينا انه هدول الدكت بجمعوا الليمف من كل انحاء الجسم وبيصبوا الليمف في نقطة التقاطع ما بين الجاجيولر والسبكليفيان فين. فرجوا عليها هنا، هيها طلعوا هذا الاخضر، هي هذا الثوراسيك دكت، هيها ثوراسيك دكت بتصب كل الليمف بالليفت سبكليفيان، هيا شايفينها بالليفت سبكليفيان ترانك. الليفت سبكليفيان ترانك بتصب هون بنقطة تقاطع الجاجيولر هذا مع السبكليفيان هاد، ونفس الاشي الرايت، هاي رايت داكت او رايت سبكليفيان ترانك بتصب بالرايت سبكليفيان فين، هيها هذا الازرق هو الفين وهي اللي فوقها هي الداكت، يصب فيه وبالأخير سواء right subclavian vein أو left subclavian vein اثنين بيصبوا بهذا العريض، وهذا إيش اسمه؟ superior vena cava، هيها superior vena cava، وبرجع الليمف إلى القلب. هلأ الناس اللي عندهم مشاكل بالقلب، الناس اللي عندهم مشاكل بالأوردة، مشاكل بالvena cava، ممكن بيكون عندهم مشاكل في تجمع السوائل في الجسم، ما بيقدروا يرجعوا هذا الليمف، هذا هاي السوائل اللي بالأنسجة يرجعوها للقلب، فبتلاقي عندهم تورمات وتنفخات في أماكن معينة بالجسم بنسميها إديما، تجمعات السوائل. هاي صورة تانية نفس هاي الصورة شايفينها، هاي الرايت سبكليفيان الأزرق حكينا إنه فين، رايت سبكليفيان فين وهذا الجاكيولار فين، اثنين بيجمعوا بيصبوا فيها الليمفاتيك فلويد، وهاي الليفت جاكيولار وسبكليفيان اثنين بتجمعوا بالسوبيريور فينا كافا. الليمف ترانسبورت كيف بينتقل الليمف بانحاء الجسم المختلفه؟ The flow of the lymphatic fluid is slow and maintained by it. يعني تذكر لما كنت سألتكم الـ blood بالشرايين كيف بيتحرك، حكينا منضخ القلب بسرعة، ضخ القلب من smooth muscle اللي بتنقبض في جدران الأرتري. كمان سألتكم إنه الفين في الدم في الفين كيف بيتحرك، كان يعني السموث مسل في فالف السكيليتال مسل حولها. نفس السؤال إنه الليمف كيف بينتقل بهاي الأوعية الليمفاوية، شو اللي بيخليه يطلع لفوق يرجع للقلب يتحرك جوا الأوعية الدموية؟ هدول الأربع نقاط بحكي لنا إنه أول إشي السكيليتال مسل كونتراكشن، الانقباض تبع العضلات الهيكلية. عشان أوصلكم إياها أكثر، الناس اللي بيسافروا ساعات طويلة مثلاً الحج والعمرة وبيكونوا بالباص، بس يخلصوا رحلة الحج أو العمرة بس يرجعوا لمنازلهم بتلاقوا إجريهم منفخين كتير. ليه؟ لأنه جلوسهم بالباص لساعات طويلة وعدم حركتهم وعدم تحريكهم للعضلات الهيكلية في جسمهم ما ساعد السوائل اللي في الأرجل أو في الأقدام أنها تطلع لفوق، تلاقي متورم أقدامه. وأي حدا طبيعي يعني بيكون بيجلس لساعة يعني أيام طويلة في مكان معين وما بتحرك، منلاقي عنده هاي المشكلة اللي بنسميها إديما، تجمع السوائل في مكان معين في الجسم. فأول شغلة بتساعد على تدفق الليمف بالأوعية تبعتها بالأوعية الليمفاوية skeletal muscle contraction، انقباض العضلات الهيكلية. ثاني مشكلة الـ pressure change in the thoracic، تغير الضغط في القفص الصدري زي بتعمل سحب لهذا الليمف. ثلاثة contraction of the lymphatic vessels، انقباض الأوعية الليمفاوية نفسها.
أربعة، وجود الفالف والسموث مسل كونتراكشن، وجود فالف وسموث مسل في جدران كمان الليمفاتيك فيزلز، وأربعة pulsation of a combined arteries، النبض في الأرتريز المرافقة للفيزلز. يعني ممكن يكون في فيزلز أو عيد arteries سوري arteries شرايين فيها البلس النبض هذا تضخ الدم، يساعد أكثر في مرور الليمف في هاي الأوعية الليمفاوية. هدول 5 نقاط حفظ. تحكي لنا كمان معلومات عن الليمفاتيك سيستم. About 3 liter of lymph enter the bloodstream every 24 hours. تقريبا كل 24 ساعة 3 لتر من الليمف، وأي شيء مكتوب باللون الأحمر، مكتوب باللون الأزرق، مكتوب بالخط العريض، هذا إشي مهم لازم تكونوا فاهمين الفكرة تبعته أو عارفينها وتركزوا عليها أثناء الدراسة. بحكي لنا about 3 liters of lymph enter the bloodstream every 24 hours. كل 24 ساعة بيرجع للدم تقريبا 3 لتر من الليمف. Backflow of lymph is prevented by valve. بحكي لنا انه الليمف ما بيضلوا باتجاه واحد وما برجع، ما بصير له باك فلو، تدفق عكسي بسبب وجود الفالف الصمامات، زي نفس الصمامات الموجودة بالفين، ما بتسمح للفين انه يرجع ويهبط في الاتجاه العكسي. الليمفاتيك كابيلاري ار اكسبوننشالي بيرمابل، بحكي لنا انه الشعيرات الليمفاوية الدقيقة بيرمابل، نفاذة ومساميسها عالية بشكل كبير الدم. Pathogen and cancer cells may be spread through the blood via lymphatic system. حكينا إنه الجراثيم والخلايا السرطانية إذا ما تم القضاء عليها وإذا ما تم التخلص منها من الفاجوسايت والماكروفيجز والبيسل والخلايا الليمفاوية، إذا ما قدرت تسيطر عليها ممكن عن طريق الليمفاتيك سيستم تستخدم الليمفاتيك سيستم لوسيلة لانتشارها في أنحاء الجسم المختلفة. Anything that prevent the normal return of lymph نسميه blockage causes lymphedema. أي شيء يعيق ويمنع عودة الليمف بشكل طبيعي إلى الدورة الدموية أو إلى القلب بنسميه ليمفوإديما، تجمع سوائل. هيك بنكون خلصنا الجزء الأول. خلينا نرجع نحكي عن أجزاء الليمفاتيك سيستم. حكينا الكونستيتيونت يعني أجزاء ومكوناته، أول إشي الليمفاتيك فيزلز خلصناها، هلأ بدنا نحكي عن الليمفويد تيشو أورجانز. صرنا هيها الليمفويد organs، الأعضاء الليمفاوية في الجسم، وهي عبارة عن lymph nodes عقد ليمفاوية، spleen طحال، thymus tonsils، thymus والthymus بالعربي، tonsils اللي هي اللوزتين، and aggregate of lymph nodes، وتجمع من عقد ليمفاوية، بتكون هاي عقد يعني مش لحالها، عقدة تجمعات زي جزر هيك ليمفاوية بتكون عاملة. أول إشي من المكونات الليمف أورغانز الليمف نودز، العقد الليمفاوية، ونسميها الليمف فلترز وفلترات ليمفاوية، يعني الليمف بصير له فلترة في هذه العقد. Are found mainly in the inguinal axillary and cervical region. بتكون موجودة هالعقد الليمفاوية في أكثر 3 مناطق منتشرة فيها، الانجيونال اللي هي المناطق بين الفخذين، الأكزيلري اللي هي تحت الإبط، والسيرفيكال العنقية. They are bean shaped، يعني شكلها زي حبة الفاصوليا، and vary in shape and size، مختلفة بحسب، مختلفة بالشكل، مختلفة بالحجم. About 2.5 centimeter length، يعني تقريبا طولها 2.5 سنتي. They are clustered along lymphatic vessels and filter lymph. بحكي لنا هي تجمع لأكثر من
لمفاتيك فيزلز، يعني بتتجمع فيها اللمفاتيك فيزلز وبتعمل فلترة لللمف فيها، عشان إذا فيها ميكروبات، فيها خلايا ما بتشتغل فيها، يعني إذا كان اللمف يحمل شيء خطير بتفلتر فيها في هاي اللمف نود، يعني زي نقط حدود أو نقط تشيك بوينت هيك. The lymph node is consisted of تتكون كل عقدة لمفاوية مكونة من fibrous capsule، كبسولة ليفية من الألياف أو الفايبر، cortex قشرة أو ممكن لحاء ممكن نحكي عنها، مجلة اللي هو النخاع النقطة الوسط ومركز هاي النود. الفايبروس كبسول الكبسولة الليمفاوية أو الفايبر الليفية it dense، بما أنها فايبر طبيعي أنها تكون dense هيك كثيفة، with trabecula extended inward، وفيها زي ترابيق أو ممرات للداخل. لا نشوفها هنا على الرسمة، هيها هاي عقدة لمفاوية شكل هذه حبة الفاصوليا، شايفين هاي الممرات الترابيكولا للداخل، ترابيق للداخل، هاي الترابيكولا تمام انوارد باتجاه الداخل. الكورتكس هي القشرة أو اللحاء اللي برا، contain mostly T lymphocytes، أغلبه يتكون من T lymphocytes، فهاي الكورتكس هذا الجزء الخارجي اللي برا بنسميه الكورتكس هذا هذا تمام. الوسط هذا مجلة، هلا بالكورتكس على الأغلب بنلاقي أنواع الخلايا تي ليمفوسايت بالقشرة برا، بالمجلة بنلاقي أكثر أنواع من أنواع الخلايا المناعية. المجلة contain macrophages، macrophages اللي هي بتعمل engulf viruses أو بكتيريا اللي بتعمل phagocytosis، B lymphocyte خلايا البائية، وبلازما سيل خلايا البلازما، خلايا اللي هي بتطلع antibody producing cell. هدول منلاقيهم هيهم، شايفين هاي المجلة هون اللي بالنص، هاي مجلة منلاقي فيها بلازما سيل، منلاقي B cell وماكروفاجز. هاي cell of the cortex، هذا الكورتكس هيك البيت لبرا، نلاقي فيه تيري سيل ودنترياتس. مش حاكين اشي اكتر، في تفاصيل اكتر بس بما انهم مش حاكين عنها ما رح نحكيها. سبلين الطحال made up of two region، مكون من منطقتين، يعني تشريح الاناتومي تبعه انه في رح نلاقي منطقتين واضحين ان اختلافهم، الوايت بولب والريد بولب. بولب يعني اللب، اللب الابيض واللب الاحمر. الوايت بولب made or formed of cluster of lymphocytes around the central artery، مكون عبارة عن تجمعات كبيرة من الليمفوسايت اللي هي البي والتي سيل، بيكونوا حول السنترال ارتري. تفرجوا هنا هذا السنترال ارتري، شايفينه هذا السنترال ارتري، شريان رئيسي في السبلين، بتلاقيه حوالين دوره على الارتري، بتلاقوا حوالينه بياض اشي زي الابيض، هيو هذا بنسميه الوايت بولب. طبعا وايت لونه جاي بسبب وجود تجمعات كبيرة من الليمفوسايت. اما الريد بولب اللب الاحمر، مكون من ريمينينج تيشو، أنسجة عاملة الباك جراوند لهذا الريد بولب، ريتش ان ريتيكولار كونكتيف تيشو، ار بي سيز اند ماكروفاجز، هاي الاشياء اللي بنلاقيها بالريد بولب. ريتيكولار كونكتيف تيشو نوع من انواع الكونكتيف الانسجة الضامة، الار بي سيز ممكن عشان هيك اعطته اللون الاحمر، وماكروفاجز هذا ريد بولب. شايفين هاي الوايت وهاي الريد، باك جراوند كاملة. هذا السبلين شايفينه بيجي عند قريب من البنكرياس، ولجهة الليفت من الجسم
فوق الليفت كدني. طيب هلا it perform the following function، شو وظيفة السبلين في الجسم؟ lymphocyte proliferation and immune function، وظيفته مناعية مهمة لأنه بيعمل lymphocyte proliferation يعني تكاثر وازدياد عدد lymphocyte، destroy aged or defective RBCs، بيدمر ال RBCs اللي فيها عيب، فيها خلل عطب، وال aged الكبرت في العمر يعني ما بتشتغل ال RBCs. بتعرفوا إنه ال RBCs تقريبا كل 3 أشهر تتجدد، فبس خلص تنتهي حياتها وما فيها تشتغل أو بصير فيها خلل في طريقة عملها السبلين بيدمرها. كمان إيش bloodborne pathogen، كمان يدمر الباثوجين اللي تنتقل بالدم أو تكون موجودة في الدم. stores and releases the break product of hemoglobin، بيخزن ويحرر المواد ونواتج الهيموغلوبين اللي بتعمل الهيموغلوبين. act as hematopoietic site in fetus، في الأجنة السبلين بيعمل زي مركز تصنيع الدم في الأجنة فقط، فهي act as hematopoietic site in fetus. ثالث organ أو ثالث lymphoid organ هي thymus، وبيحكي لنا انها شكلها باي لوب، فيها زي الفصين هيك اللوبين extended in the mediastinum of the thorax، تمتد او تتوسط في الصدر في منطقة الميديastinum وسط الصدر. it vary in size with the age، بيحكي لنا انه حسب العمر تختلف الحجم تبعها، تكون في فترة الطفولة أكبر ما يمكن حجمها وأكتف أكثر شيء، مع العمر وازدياد العمر بتصير تضمر لعند البلوغ، خلص تضمر وعند الكبار عند 25 خلص بتصير كتلة من الألياف. But during adolescence مع العمر its growth stop، يتوقف نموها and start to atrophy، وتبدأ بالضمور gradually بالتدريج. And replaced by fibrous and fatty tissue، وتستبدل بألياف بأنسجة ليفية ودهنية. فهي عند الكبار مش مهمة. هلا حدا طفل يشيله عنده الثايموس، هذا مشكلة خطيرة لهذا الطفل وممكن تأثر على مناعته مدى الحياة. حدا كبير فوق 25 يشيله عنده الثايموس عادي ما فيه مشكلة. ليش؟ لأنه شو وظيفة الثايموس؟ أول إشي secrete thymosin and thymobiotin hormone which cause T lymphocyte to become immunocompetent. وظيفة الثايموس إنه بعد نخاع العظم إنه فيها بيتم فحص الخلايا التائية اللي هي تي لمفوسايت. هلا الخلايا اللمفوسايت تصنع، بنعرف عنا حكينا سابقا إنها تصنع بالخلايا الجذعية في نخاع العظم هي والبي سيل، لكن التي سيل عشان يتم فحصها والتأكد الجسم إنها فعالة وإميونو كومبتنت يعني إنها قادرة على العمل في المناعة 100%، بودوها للثايموس. هناك الثايموس بيتم فحصها، بيصيروا يعرضوها لأنتيجنز من الجسم نفسه، من خلايا الجسم نفسها. إذا هاي التيسل تعرفت على خلايا الجسم كأنها خلايا غريبة، خلايا أول مرة بتشوفها، فهي بتكون غير فعالة ويتم القضاء عليها بالثايم. بتصير تخضع التي سيل لعدة، سبحان الله، عدة اختبارات وامتحانات حتى انها تطلع من الثايموس ديفرنشيشن وخلية متميزة ومتمكنة من وظيفتها. تمام، عشان هيك الاطفال اذا بعمر الطفولة شالوا عنده الثايموس ما عندهوش تي سيل إناف،
كيف بده يصير عنده خلايا تائية كفاية. أما إذا كان كبير فخلص صار عنده مخزون جيد من التي سيل. فأهمية الثايمس، وحتى جاي تي سيل، تي هذا حرف التي من ثايمس، اختصار لثايمس. فوظيفة الثايمس secrete thymosin and thymobiotin hormone، هرمونين اسمهم thymosin والthymobiotin، هدول مهمين for lymphocyte differentiation أو عشان يصيروا immunocompetent، فعالين بالمناعة. It's made up of loops made of cortex and medulla. بحكي لنا إنها معمول مكونة من loops، وهدول اللوبس مكونين من كورتكس ومودلا. The medulla contain Hassel's corpuscles that are the site of T cell destruction. بحكي لنا إنه الكورتكس ما حكوا عنها إشي، المودلا النخاع الوسط فيها إشي اسمه هاسل كوربسلز. هاسلز حسب اسم العالم، هاسلز أجسام هاسلز اللي جواتها بيصير destruction وتدمير للتي سيل. كل التي سيل لا، التي سيل اللي مش شغالة هيهم هاسلز كوربسلز موجودة فقط بالمودلا. هاي الكورتكس الجهة العلوية من الثايمس، والجهة النخاع اللي جوا هاي بنسميها المودلا. جوا المودلا بنلاقي هاسلز كوربسلز، هيها هون بالصورة تم مايكروسكوب، هيها هون هاي وهاي هاسلز كوربسلز. شو وظيفة الهاسل كوربسلز؟ هي مناطق معينة بالمودلا تبعت الثايمس بيصير فيها destruction، دمار للتي سيل. لكل التي سيل بدها تدمر كل التي سيل؟ لا، فقط التي سيل اللي ما نجحت في الامتحان، التي سيل اللي ما قدرت تتعرف على خلايا بكتيرية او خلايا فيروسية، او راحت تتعرفت على خلايا الجسم على اساس انها خلايا غريبة. التونزلز اللوز they are the simplest lymph organ. بحكينا انها ابسط الاعضاء الليمفاوية، مكونة من اكثر من تونزلز اللي هي البلاتين، لينجيول، فارنجل وتيوبيال تونسلز. البلاتين تونسلز اللي هي at posterior end of the oral cavity، هاي اللي احنا دائما نشوفها الحنك، عند الحنك في مؤخرة الترويف الفموي. لينجيول تونسلز هي the base of the tongue، في قاعدة اللسان لجوا. فارنجل أو adenoid كمان إلها اسم آخر، adenoid tonsils they are the posterior wall of the nasopharynx، في تجويف الأنفي البلعومي. Tubal tonsils surrounded the opening of the auditory tube into the pharynx، في محيطة بفتحة القناة السمعية اللي نازلة على الفارينكس. بحكينا التونزلز ماس are not fully encapsulated، they have invagination called crypts. بحكينا انه التونزلز، كتلة التونزلز مش كلها encapsulated، مش كلها محاطة، مش كلها مغلفة، هي تحتوي على invagination. invagination يعني انبعاجات للداخل، هاي الانبعاجات بنسميها crypts. crypts ممكن نحكي عنها زي الأخاديد هيك للداخل، أو الشقوق هيها. هاي شايفين هون هاي الانبعاج، هدول بنسميهم crypts. اسم بالعربي راح عن بالي، هي invagination، انبعاجات للداخل بنسميها crypts. كان معناها اللهم صل على سيدنا محمد. طيب هاي الرسمة بتوضح التونزلز الأربعة اللي هم، أول إشي هاي اللي فوق الفارينجل تونزل الأدينويد، في هاي اللي منشوفها دايما في نهاية التجويف الفموي، هاي بلاتين
وفي اللانجيلان هاي الرابعة مش كاتبينها اللي هي تيوبيل تنزل. تمام. هاي الانفاجينيشن حكينا التجويف للداخل او الانبعاج للداخل بنسميها كريبت، فما بتكون مغلفة من هاي الجهة. الكريبت معناها جريبات او جريب او جراب سرداب. نرجع بحكي لنا they contain nodules with obvious germinal center، فيها نودلز عقد وفيها جيرمينال سنتر. جيرمينال سنتر خلايا اللي بتتكاثر وبترجع بتجدد الخلايا الأخرى. آخر إشي من الليمفويد أورجان اللي بنسميها أجريجيت، تجمعات وتكتلات من الليمفويد نودلز من العقد الليمفاوية. هم ثلاث أنواع مهمين جدا تكونوا عارفين كل واحدة وين موجودة. الفاير باتشز موجودة بالإنتستينال وول هيك بجدران الأوعية، جدران الانتستين أو الأمعاء الدقيقة، في تجمعات لعقد لمفاوية اسمها باير باتشز. في lymphatic nodules of the appendix بتكون بالزائد الدودية، nodules in the bronchial wall of the respiratory tract. كمان في عنا عقد لمفاوية في البرونكس أو الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي ونسميها المالت. المالت يعني اختصار لميوكوزا associated lymphatic tissue. تمام؟ مالت معناها أو اختصار لميوكوزا associated lymphatic tissue يعني أنسجة لمفاوية مرتبطة بالغشاء المخاطي. They prevent وظيفتهم prevent pathogen in respiratory tract and digestive tract from reaching the mucus lining. تحمي سواء البايرز أو الليمفاتيك نود أو النودلز اللي موجودة بالبرونكس، كلهم هدول نسميهم مالت. حكينا اللهم صل على سيدنا محمد وظيفتهم الأساسية إنها تمنع الباثوجين، تمنع البكتيريا أو الفيروسات أو الممرضات من الوصول إلى الميوكوزال لايننج، بطانة الغشاء المخاطي اللي موجود بالريسبيراتوري تراكت وبالدايجستيف تراكت في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. هايها هاي شايفينها هاي بالانتستين. يعني إذا حكيت لكم هاي صورة للانتستين، شو اسم النسيج الليمفاوي أو التجمعات الليمفاوية اللي بتحمي الميوكوزا لايننج؟ هايها واضحة إنها باير Bitches. هون المالت اللي هي ميوكوزال السوشيال لمفويد تيشو، وهاي يعني هدول صور، ما رح نجيب لكم صور، يا دوب نقدر نجيب لكم الأعضاء الرئيسية. هيك بحمد الله بنكون خلصنا هذا الشابتر، نشوفكم إن شاء الله بالشابتر القادم.